يحافظ على شباكه نظيفة ويقدر يعدي بالنادي الأهلي من الكبوة اللي فيها ضربات الجزاء. والحمد لله ربنا كريم، ونتمنى إن شاء الله هو زملاته في اللي جاي يكون أحسن بإذن الله. عناية الاثنين يا حبيبي. بتقول للنادي الأهلي النهاردة على تأهله لدور 16، بقول له مبروك مبروك علينا كلنا، ويا رب ان شاء الله اللي جاي يكون احسن باذن الله. كان شعورك يا كابتن واكرامي بيصد الضربه الاخيره اللي اهلت الاهلي لدور 16؟ ربنا اعلم باللي انا كنت فيه يعني، الحمد لله الحمد لله. شايفين حاله الفرح حضرتك، شايف كابتن الخطيب وكابتن حسن حمدي وهم؟ لا كلنا كانت اعصابنا بايظه، والحمد لله كلنا فرحنا، ويا رب يديمها علينا فرحه على طول ان شاء الله. تفائل بالاهلي الفتره الجايه ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.